كبيرة لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة. الله أكبر، أوقعت قلوبنا، ما هذه الكبيرة التي نقع فيها ولا ندري؟ اسمع، هذه الكبيرة تنسف الحسنات نسفة. ما رأيكم برجل يصلي ويصوم ويتصدق 50 سنة وهو مخلص في ذلك لله، ما عم يفعل أمر رياء، مخلص، ثم يأتي يوم القيامة ولا يملك حسنة بسبب هذه الكبيرة؟ 50 سنة، ما هذه الكبيرة؟ هذه الكبيرة يعذب فاعلها في قبره قبل يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي، ليلة الإسراء والمعراج، مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، المغتابون، الغيبة، النميمة، التي يستهين بها كثير من الناس، مثل ما الآن أنتوا هلأ تفاجأتوا، كبيرة من الكبائر لها هذا الوزر والناس تستهين بها.